أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من استوديو الآن، تتضمن تغطية متواصلة حتى رأس الساعة المقبلة لتطورات كورونا حول العالم. سنتابع مع حضراتكم آخر التطورات والأخبار، ونبدأ مع جولة مع مراسلين من أوروبا وعدة دول في أوروبا. نبدأ ينضم إلينا الزميل خالد شقير من مارسيليا بفرنسا، وأيضا عربي مرزوق من برلين لنتحدث معكما. أهلا بكما خالد وعربي، نتحدث معكما في هذه الجولة عن آخر التطورات في فرنسا وفي ألمانيا. أبدأ معك خالد، يعني ربما هناك موضوع المتعلق بالاشتباكات التي حدثت بين مجموعة من الشباب وبين قوات الشرطة في فيلنيف، يعني في ضواحي باريس. لو تطلعنا على آخر تطورات هذا الأمر، هل ساد الهدوء أم أن هناك اشتباكات تعود من حين إلى آخر؟ مساء الخير زميلتي العزيزة دينا، تحياتي ليك ولمشاهدين اكسترا نيوز. اليوم الثالث على التوالي ما زالت الاشتباكات يعني مستمرة، ولكن هدأت الأجواء طبعا نوعا ما، وكانت هذه الاشتباكات كانت بدأت مساء يوم السبت عندما اصطدمت إحدى سيارات الشرطة المدنية، وهي شرطة طبعا السيارات دي ما بيكونش عليها أي نوع من أنواع العلامات، بأحد الشبان الذي كان يمتضي دراجة نارية. إصابته كانت بالغة وتم نقله دينا إلى المستشفى، وهنا خرج شباب الحي. هذه الأحياء الشمالية، تعلمين جيدا الأحياء الشمالية ليس فقط في باريس بل في معظم المدن الفرنسية، بيسكنها أو يكتبها الكثير من الشبان من أصول مختلفة، حتى وإذا كانوا ولدوا في فرنسا أبناء الجيل الثاني والثالث، إلا أن هؤلاء الشباب الحقيقة دينا بيعانون كثيرا من التهميش ومن العنصرية. وهذه الأجواء جعلت وزير الداخلية الفرنسي يصرح أن تم فتح تحقيق داخل الشرطة نفسها في قسم خاص ببوليس بوليس زي ما بنسميه هنا، ولكن ايضا جعلت اصوات اليمين المتطرف تتعالى وتنتقد ما تقوم به بعض من هذه الجماعات كما تلقبها مارين لوبان، بان هذه جماعات متطرفه تحاول فرض سيطرتها على هذه الضواحي، يعني تعتبر احد اهم ضحايا التهميش وكورونا فيروس. هذه الأجواء نتمنى أن تنتهي على خير، ومن حين لآخر يعني عادة ما تحدث مثل هذه الاشتباكات، ولكن أعتقد فتح تحقيق دينا في هذا الأمر سيهدئ الأجواء نوعا ما. نعم، سأعود إليك خالد الحديث أكثر عن تطورات يعني الوضع فيما يتعلق بكورونا واستراتيجية الفرنسية والأرقام أيضا، لكن أنتقل الآن إلى الزميل عربي مرزوق من برلين. عربي، يعني ألمانيا كانت بدأت بالأمس بعض إجراءات لتخفيف العزل في ظل تصريحات من ميركل تحذر فيها من أن الانتصار المرحلي أو يعني الانتصار في مواجهة كورونا بشكل مرحلي ما زال هشاً. اهلا بيك تينا. في البدايه الحقيقه النهارده ثاني يوم من الملاحظ النهارده الصبح ان الناس فعلا في شوارع هنا في برلين او في المانيا بشكل عام بدات تخرج تاني، والناس بدات تتحرك، في ناس كتير بدات ترجع شغلها بعد الشركات اللي كانت بتشتغل بنظام الهوم اوفيس او الناس تشتغل من البيت، الناس بدات ترجع شغلها تاني. الحقيقه بدات ترجع لطبيعتها بشكل ما في المانيا من امبارح. ده الامر اللي دعا النهارده نائب رئيس معهد روبرت كوخ الوبائي الاحصائي المسؤول عن الاحصاءات هنا في المانيا في مؤتمر صحفي اتعمل النهارده الصبح، ان هو يحذر ويقول الاجراءات الاحترازيه في المانيا قد يتم تجديدها مره ثانيه. التخفيف اللي تم من امبارح ده ممكن الحكومه ترجع تشدده مره ثانيه، لان بدا من الملاحظ ان الناس بدات تستخف بالامر هنا في المانيا. عشان كده المستشاره الالمانيه امبارح في المؤتمر الصحفي اللي طلعت فيه وخلال كمان اجتماعها مع الحزب المسيحي الحزب الحاكم هنا في المانيا كانت ممتازه جدا، وهجمت بعض الناس اللي بيقولوا ان احنا لازم نزود التخفيف في الاجراءات الاحترازيه في المانيا. نائب رئيس المعهد قال النهارده الصبح الفيروس لسه موجود، ما فيش اي سبب للتخفيف الشامل في المانيا، ما ينفعش ان احنا ندمر كل اللي بنيناه في النظام الصحي خلال الاسابيع اللي فاتت.
في الحقيقة السبب الرئيسي، السبب الرئيسي للتخفيف اللي بيتم دلوقتي هي حالات الشفاء في ألمانيا وصلت ل 95 ألف حالة في ألمانيا. الإجمالي النهاردة 143 ألف، تقريبا 143 ألف حالات الشفاء، 95 ألف، فبنتكلم تقريبا في أقل من 50 ألف حالة شفاء موجودة في ألمانيا، معظمهم بيتلقوا العلاج في البيت مش في المستشفيات. المستشفيات الألمانية أقل من 50 ألف حالة مصابة. أقل من 50 ألف حالة مصابة اللي على أرض الواقع، في 95 ألف حالة شفاء ودلوقتي في 50 ألف حالة اللي على أرض الواقع معظمهم بيتلقوا العلاج في بيوتهم. ده اللي خلى وزير الصحة الألماني امبارح والنهارده الصبح كل وسائل الإعلام بيقول إن المستشفيات هنا في ألمانيا جاهزة، إحنا جاهزين كمان إن إحنا نتلقى أي حالات حرجة من الدول المجاورة. كمان في قرار طلع هنا في المانيا ان اي اجانب موجودين على الاراضي الالمانيه هيتلقوا علاج لو اصيبوا بفيروس كورونا، القرار ده كان امبارح بالليل، نعم، هيتلقوا العلاج بالمجان هنا في المانيا. طب ما هي ابرز اشكال هذا التخفيف عربي يعني؟ ابرز اشكال التخفيف كل المحلات اللي لحد 800 متر مربع، المحلات دي فتحت وفي عدد كبير جدا من المحلات اللي بتوصل ل 800 متر مربع، المحلات دي كلها فتحت من النهارده الصبح، ناس كتير بدات ترجع لشغلها. الامر الملاحظ بس ان في ناس بترتدي ماسكات في الشارع، الماسكات بدات تنتشر جدا في المانيا، وده اللي خلى النهارده الصبح في عدد كبير جدا من رؤساء وزراء الولايات في المانيا كانوا بيجتمعوا بشكل منفرد في ولاياتهم بداوا يقرروا الماسكات هنا في المانيا. على سبيل المثال لو بتتكلم على برلين، قبل ساعه بالظبط مجلس بلديه برلين قرر ان من يوم الاثنين الجاي في برلين هيتم فرض الماسك في المواصلات العامه. نعم. طيب أعود مرة أخرى إلى فرنسا ومارسيليا والزميل خالد شقير. يعني خالد والبعض يتحدث عن أنه هذه الاشتباكات التي حدثت في فيلنوف لاغارين يعني ربما يكون السبب الدفين لها هي الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي أحاطت ب كامل التراب الفرنسي، لكن تضغط أكثر على الفئات المهمشة في الضواحي. وبالتالي السؤال عن استراتيجية فرنسا الآن خالد لإحداث التوازن ما بين الاقتصاد وما بين الأولوية الصحية، مع تصريح يعني لمسؤولين الصحة في فرنسا أنه فرنسا تخطت بكل أسف عتبة محزنة وهي أكثر من 20 ألف حالة وفاة. يعني دينا دعيني اقول لك ان ال 20 ألف حاله وفاه حاول طبعا جيروم سالمون مدير الصحه، عفوا مدير الصحه الفرنسي بالامس يعني ان يطمئن الفرنسيين ويقول لهم اذا كنا في 2003 تم يعني راح 19 ألف وفاه بسبب الانفلونزا العاديه، فهذا الامر بالنسبه له اذا كان يعني رقم يعني كبير معظمه صحيح في المستشفيات 12 ألف و8 آلاف في دور المسنين. وللاسف الشديد دينا معظم يعني هذه الارقام لابد ان نضع في حسباننا انه لم يتم حصر الاعداد الحقيقيه الذين ماتوا في منازلهم دينا، ودي نقطه هامه جدا اشار اليها برضو جيروم سالمون. هذه الارقام هي ارقام يعني من هم قضوا في سواء في المستشفيات او في دور المسنين. يعني هذه الأجواء وبالنسبة لهذا التباطؤ المستمر وعدم وصول إلى الذروة ونقص مع نقص عدد المحتاجين إلى العناية المشددة أو المركزة في الدخول إلى المستشفيات أحدث نوع من أنواع الارتياحية النفسية للعاملين في قطاع الصحة. ومنذ لحظات كنت أتابع العاملين في قطاع الصحة في منطقة ليل دي فرانس والسوداست وهم يتحدثون في شمال شرق فرنسا منطقة الواز عن خوفهم ليلة 1 أبريل في عندما استكملت كل غرف العناية المركزة، وهنا بدأوا يتحدثون عن هذا الهم الذي كانوا يخشون منه من تكرار سيناريو الإيطالي من اختيار من هم يدخلون ومن هم يتم نزع عنهم هذه الأجهزة. أعتقد وتم شكر بالتأكيد طبعا الدول التي شاركت في عمليه ترانسفير او نقل المرضى منها المانيا والنمسا وسويسرا ولوكسمبورغ، ويعني بعض من الدول الاوروبيه التي ساهمت وساعدت فرنسا والمناطق التي عملت نوع من انواع المساعده في هذا الامر. اعتقد ان هناك كثير من الامور حدثت وكثير من الامور تحدث، وكانت هناك بعض من الفيديوهات للاسف الشديد الغير حقيقيه والاخبار غير حقيقيه لابد ان نظهرها من خلال اكسترا نيوز، وهو عندما تحدث البعض
عن ان هناك في المستشفيات الفرنسيه قمون بطرد العرب او الافارقه او المهاجرين من المستشفيات، وهذا الخبر عالي تماما من الصحه. كل العمليه كان هناك بعض من هم يستعدون لعمل عمليات اخرى ولم تقتضي الحاجه الى مثل هذه العمليات، ولهذا تم اجلائهم بما فيهم فرنسيين انفسهم. فهذا الامر لا يجب الحرص في عند تناوله، واعتقد ان فرنسا تتعامل في من كل من هم على اراضيها بالانسانيه حتى ولو كان لا يملك حق الاقامه الشرعيه. نعم. وهذه نقطه تحسب للدوله الفرنسيه. نعم. طيب العودة إليك عربي مرزوق من برلين، فيما يتعلق تحديدا بالتعليم ومسار العملية التعليمية في هذه المرحلة في ألمانيا، للولايات الحرية في تحديد جدول العودة إلى المدارس؟ ده حقيقي دينا. المستشارة الألمانية في اجتماعها الأخير تركت الأمر لرؤساء وزراء الولايات، هم اللي بيقرروا مين اللي يرجع ومين ما يرجعش. الحقيقة اللي بدأ يرجع هي في الصفوف العليا في المدارس الابتدائية والثانوية العامة، وبدأ التحضير لامتحان الثانوية العامة هنا في ألمانيا. هي بس الصفوف العليا اللي بدأت ترجع. الصفوف العليا تقصد يعني الصغار؟ في المدارس. الصغار في المدارس، في المدارس الابتدائية آخر صف، في المدارس الابتدائية وفي المدارس الإعدادية آخر صف، وفي المدارس الثانوية الصفوف العليا في المدارس، سواء في المدارس الابتدائية لو كان في الصف مثلا الخامس هو اللي بيرجع، في المدارس الأخرى الصف السابع والعاشر وهكذا. ويعودون بإجراءات مختلفة، يعني هل عليهم مثلا ارتداء الكمامات؟ هل الأطفال يعني عليهم أن يتواجدوا بمسافات بعيدة عن بعضهم البعض حتى لا تكون الفصول مكتظة؟ في الحقيقة ما تحدث عنه وزير الصحة هنا في ألمانيا في ثلاث أمور مهمة جدا، إن كل فصل ما يزيدش فيه عدد التلاميذ عن 15 تلميذ، ما بين كل تلميذ وتلميذ لازم يكون فيه من متر ونص المترين، هم بيفضلوا طبعا مترين بس هم اتكلموا عن متر ونص، 15 تلميذ في كل فصل. والإجراءات النظافة، النظافة دي مهمة جدا، كل فصل أو كل مدرسة طبعا بتتبع نظام معين، بيكون فيه مطهرات، فيه أوراق، بيكون فيه حاجات معينة. هم دول ثلاث حاجات، أهم ثلاث حاجات هنا في ألمانيا بالنسبة لموضوع المدارس. نعم. طيب خالد، أعود إليك مرة أخرى من فرنسا، يعني فيما يتعلق بالاحتفاليات أو الفعاليات المهمة المعروفة بفرنسا، نجد أنه مهرجان كان على سبيل المثال ما زال يعني مصيره غامضا، وإن كان يبدو أنه هذه الدورة ستلغى أو ستقدم بشكل مختلف على الأرجح. أيضا هناك مهرجان أفينيو للمسرح، ده بخلاف طبعا يعني الفعاليات الرياضية وما إلى ذلك. هناك أيضا شهر رمضان على الأبواب وجالية مسلمة كبيرة في فرنسا. ماذا عن هذه الفعاليات؟ ماذا عن المساجد؟ هل يعني كلها مغلقة؟ كيف سيكون الاستعداد لشهر رمضان؟ يعني دينا، فرنسا هي يعني من الدول التي تهتم جدا بالثقافة، يعني وأعتقد أن أهم مهرجان هو مهرجان كان تم إلغائه وتم استخدام الصلاة الخاصة به في 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 خطوة جميلة جدا أكدها يعني رئيس المهرجان وأيضا عمدة المدينة في استقبال الذين هم ينامون في الشوارع اللي مسمين بالاسدياف، وتوفير لهم الأكل والطعام. طبعا كما أشرت لم يتم تحديد ما إذا كان تم تأجيل هذا المهرجان الى يعني الى تاريخ اخر ام لا، ولكن كل ما علمناه وهو ان تم الغاء مؤقت لهذا المهرجان، وبالتالي ايضا احتفاليه كبيره جدا واحتفاليه عالميه كانت تقوم في هنا في جنوب فرنسا في مدينه افينيون، احتفاليه المسرح الفرنسي، وتم تأجيلها ايضا. ثم ايضا بعض من الاحتفاليات او الدورات الرياضيه زي تور دي فرانس اللي هو سباق الدرجات العالميه الذي كان يبدا من مدينه نيس هنا من جنوب شرق فرنسا وينتهي الى جاده الشانزليزيه في باريس، هذا تم تاجيله وتم تحديد التاجيل، كان المفروض يبدا هذا الشهر وينتهي الشهر القادم، ولكن تم تاجيله من نهايه شهر 7 لنهايه شهر 8. كل هذه الاحتفاليات بسبب كورونا فيروس يعني بيحاول الفرنسيين التعايش مع هذه الفتره. نعم. اما فيما يخص طبعا اجواء شهر رمضان المبارك، من المعروف ان محمد موسوي وهو رئيس رابطه اسلام فرنسا هنا يعني كان ليه
حديث معه، وطبعا كان له حديث ايضا مع الاعلام في فرنسا، تحدث وارسل رساله الى المسلمين، والمسلمين في فرنسا يتعدون 6 ملايين مواطن فرنسي هنا وغير فرنسي يعيشون، وهي الديانه الثانيه في فرنسا. وجه لهم يعني التحيه وقال لهم علينا جميعا ان نلتزم بالقوانين هذه الدوله ونحافظ على صوره الاسلام، وعليكم بالبقاء في منازلكم بالنسبه لصلوات الجمعه وايضا صلوات التراويح، وعدم عمل موائد الرحمن او الافطار الجماعي الذي يعني غالبا ما يحدث في شهر رمضان المبارك. واعتقد كانت هناك مشكله تحدثت عنها، وهي مشكله الكاري او اماكن الدفن الخاصه بالمسلمين، وهنا تحدث انه تحدث مع الرئيس ماكرون بخصوص توفير مقابر للمسلمين، وهذه المقابر التي هي متواجده هنا في فرنسا لا تكفي الاعداد الهائله للمسلمين، وانت تعلمين انها لها يعني شروط خاصه بالتوجه ناحيه القبله. للاسف الشديد تم دفن الكثير من المتوفون بكورونا في مقابر غير المسلمين، وطبعا تم الصلاه عليهم، ولكن في هذه المقابر ليست تحت يعني اقامتها ليست تحت الشروط الاسلاميه، ومعروف ان الجاليه الفرنسيه او المسلمين من اصول مختلفه يفضلون الدفن في بلادهم الاصليه، ولم يحسبون حسابا لهذا اليوم، وجاري الاستعداد مع البلديات بعد ما بعد كورونا لاخذ الاجراءات اللازمه من اجل توفير مثل هذه المدافن. نعم، هل المساجد مغلقة؟ يعني مسجد باريس مغلق، هل الوضع بالنسبة لبقية المساجد يعني مغلقة أيضا؟ كل المساجد في فرنسا مغلقة من الشمال إلى الجنوب حتى موعد آخر، والحقيقة يعني المسلمين ملتزمين بعدم الخروج، ويستشعرون الحرج عندما كانوا يعني يقومون بالصلاة في الطرقات، وكان نعم. الكثير من يعني الجمعيات اليمين المتطرف او اعضاء اليمين المتطرف عاده ما يشيرون اليهم في كل مشكله باصابع الاتهام، ولكن في هذه الفتره وهذه المرحله اعتقد انهم يعني جميعا يحرصون على صوره الاسلام في فرنسا. نعم، طيب يعني سؤال اخير لك عربي مرزوق من برلين قبل ان اختم معك، ايضا عن استعدادات الجاليه المسلمه لشهر رمضان واستقبال شهر رمضان، هل من اجراءات او تعليمات معينه ارستها او وجهتها الحكومه الالمانيه لهذه الجاليه قبيل استقبال شهر رمضان؟ في الحقيقه دينا الحكومه الالمانيه عطلت كل الاحداث الاجتماعيه الكبرى على راسها الاحداث الدينيه، المستشاره كانت اعتذرت يعني اعتذرت في البدايه وقالت احنا مضطرين ان احنا نقفل المساجد نقفل الكنائس نقفل المعابد، وقدمت اعتذار لكل الجاليات الدينيه. كل المساجد في المانيا هتفضل مقفوله لحد 31 اغسطس لحد نهايه شهر اغسطس، زيها زي الكنائس والمعابد كلهم هيكونوا مقفولين في المانيا لحد 31 اغسطس. بالنسبه للاحداث الاجتماعيه الكبرى على سبيل المثال، في ناس كتير جدا مهتمه كمان بالرياضه الالمانيه ودوري البوندسليجا، دوري البوندسليجا لحد السنه الجايه لحد خريف السنه الجايه هيتلعب من غير جمهور. الحكومه من ناحيتها عطلت حضور الجماهير لحد 31 اغسطس زيها بالظبط زي الاحداث الدينيه لحد ما يتعمل اجتماع تاني في نهايه اغسطس، ويبداوا يقرروا بعديه الوضع في المانيا بقى شكله عامل ازاي دلوقتي، وهيقرروا بعديها اذا كانت الجماهير هترجع ولا لا، والمساجد هتفتح والكنائس ولا لا. بشكرك شكرا جزيلا عربي مرزوق مراسل الاكسترا نيوز، كنت معنا من العاصمه الالمانيه برلين. اعود اليك خالد شقير من مارسيليا بفرنسا. فرنسا ايضا يعني ربما تعيش تحت وطاه الجدل الذي اثارته تصريحات السفير الصيني لدى باريس حين انتقد الطريقه التي تدار بها ازمه كورونا في فرنسا، رغم ان فرنسا يعني ربما مفارقه يعني لديها البروفيسور الذي أثار كل الجدل حول استخدام الكلوروكين، أقصد أنها يعني لديها تعاطي ومنخرطة تماما في الدراسات المتعلقة بإيجاد لقاح لكورونا. كيف يبدو الوضع الآن سياسيا؟ يعني هل ما زال التراشق مستمرا أم كيف يبدو الوضع؟ الحقيقة فرنسا بين مطرقتين، المطرقة الأمريكية المتغطرسة التي يعني تستخدم الصدام المباشر مع الصين ومع منظمة الصحة العالمية،
وبين المدرسة الصينية الباردة نوعاً ما، والتي حاولت من خلال سفاراتها في باريس إصدار بعض من الاتهامات ومحاولة تصدير صورة بأن تم التعامل في الصين مع الوباء كوفيد 19 بصورة أفضل من فرنسا، وأن فرنسا وأوروبا يعني هربوا وتركوا المسنين في دار المسنين وهربوا خوفا على أعمارهم. ولهذا جان إيف لوردوريون الحقيقة وجه رسالة للطرفين، وجه رسالة للولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال إصداره قرارا بمساعدة منظمة الصحة العالمية من خلال يعني مجموعة من العلماء يساعدون هذه المنظمة ويعوضون أيضا المنظمة عن هذا الفقد المالي والدعم المالي التي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية، وأيضا يعني محاولة إلقاء اللوم على الصين في هذه الرسالة المزدوجة، وحاول إيصال رسالة لهم بأنكم تقولون ما لا تفعلون، لماذا أخفيتم مثلا مساعدة الاتحاد الأوروبي إلى الصين في البداية، وأنتم طلبتم من الاتحاد الأوروبي عدم الإعلان عن هذا، والآن تحاولون أن يعني تمسكون الأوروبيين من أو تلعبون على الخلافات الأوروبية، ولا تحاولون تصدير القناعات وتحاولون استخدام هذه القناعات أو المنتجات الصناعية في مجال الصحة وبين شد وجذر ومحاولة معاقبة الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية. أعتقد أن فرنسا من خلال سياستها ودبلوماسيتها الراقية تستطيع الوقوف بين المعسكرين وتمنع الصدام ولو مؤقتا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ولهذا هي كانت رسالة ليس لوردوريان وزير الخارجية فقط، بل هي رسالة من رسائل الرئيس ماكرون، واعتقد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له نفس الرساله، والابتعاد عن الحروب والازمات في ظل هذه الاجواء وهذا الوباء. نعم خالد، ارجو ان تبقى معنا، فينضم الينا من لندن مراسل اكسترا نيوز عبدو جمال. مساء الخير عبدو، اهلا بك في هذا النقاش. اليوم عيد ميلاد الملكه اليزابيث 94، لكن دون احتفالات. نعم، هذه هي المرة الأولى منذ 68 عاما، هي مدة حكم الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، وهي التي أصدرت قراراتها بعدم الاحتفال هذا العام نظرا لما تواجهه البلاد وبريطانيا على الأخص من ارتفاع مستمر في حالات الوفيات، وأيضا يعني حتى مواجهة هذا الفيروس. كان زوج الملكة البريطانية الأمير فيليب خرج عن صمته يعني الذي استمر مدة عام، وأصدر بيانا هنأ فيه أو شكر فيه كل العاملين في مجال الرعاية الصحية، وشدد على أدرهم وقال أنه لابد أن ننهض بهذا البلد بكم ومن أجل هذا الشعب البريطاني. هذا ما تم في من قلعة وينسور التي يقيم فيها الأمير فيليب وملكة بريطانيا إليزابيث. في بريطانيا اليوم وصل عدد حالات الوفاة إلى 873 حالة وفاة، وهذا ارتفاع اليوم بخلاف اليومين السابقين. كانت بريطانيا شهدت انخفاضا ملموسا في عدد الوفيات، ولكن واصل الارتفاع اليوم ليصل اجمالي الوفيات في بريطانيا الى 17407 وفيات اليوم. الاصابات وصلت الى 130000. هذا الارتفاع قد حذر منه خبراء بريطانيون من أن بريطانيا قد تشهد 6 موجات قادمة، وأيضا ستشهد ارتفاع كبير في حالات الوفاة. طيب أنا سأعود لهذه النقطة المتعلقة بالخشية من العودة لموجات جديدة واستراتيجية لندن في مواجهة الوضع الحالي، لكن أوجه سؤالا أخيرا لخالد شقير مراسلنا من مارسيليا بفرنسا. خالد، هل فرنسا تنضم لقائمة الدول التي تحمل الصين مسؤولية تفشي الفيروس، سواء لأنها فشلت في إدارة الأزمة منذ بدايتها حين بدأ ظهور الوباء لديها، أو سواء بأنها أخفت معلومات عن هذا الوباء، وتعلم أن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية كلتاهما توجه مثل هذه الاتهامات لبكين؟
فرنسا كالعادة بتحاول في سياساتها مسك العصا من المنتصف، يعني هي وجهت على فكرة يعني استفسارات عن التأخير من قبل منظمة الصحة العالمية وإخفاء الصين بعض من المعلومات عن هذا الوباء. كان يمكن أن يعني يقف هذا العدد الكبير من الإصابات في أوروبا وفي فرنسا على وجه التحديد. هي قامت بنوع من ليس بالاتهام المباشر ولكن نوع من التعنيف للصين، وأعتقد أن فرنسا هنا ليس موقفها موقفا حازما كموقف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا باتهام الصين اتهام مباشر. وهناك نقطة هامة جدا دينا لابد من الإشارة إليها، هذا المختبر الذي أو المعمل الذي هو في ووهان الصينية، كانت هناك بعض من الاتهامات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه كان هناك تعاون بين فرنسا والصين في هذا المعمل أو في هذا المختبر. ولهذا أعتقد أن إذا ثبت أن يعني تم تسريب هذا بقصد أو بدون قصد، لن تكون الصين وحدها هي يعني هي المتهمة. للأسف الشديد ستنال من فرنسا ما تناله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وأنتم تدركين موقف ترامب من الرئيس ماكرون، بالرغم من تودد الرئيس ماكرون له في السياسة الخارجية، إلا أنه غالبا ما يتهم فرنسا ويتهم ماكرون. وأعتقد أن الأسابيع القادمة ستشهد وستجيب على فعلا هل الصين متورطة أم لا، هل الصين تعمدت إخفاء هذا الأمر أم لا. أما بالنسبة للموقف الفرنسي فهو موقف يعني استفسار أكثر منه إدانة. نعم، بشكرك شكرا جزيلا خالد شقير مراسل اكسترا نيوز، كنت معنا من مارسيليا بفرنسا. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، نتمنى لك السلامة وعودة مرة أخرى للندن. ومراسل اكسترا نيوز من هناك عبدو جمال. عبدو، كنت تتحدث عن الأرقام الأخيرة في حصيلة الإصابات والوفيات في بريطانيا، يعني ما هي استراتيجية بريطانيا الآن في المواجهة في الوقت الحالي في ظل هذه الأرقام التي أشرت إليها؟ هي بريطانيا لم تعلن عن اي استراتيجيه يعني للنهوض بالبلاد بعد تفشي الوباء، ولكن هو ما اعلنت عنه او تعلن عنه كل يوم هو انها تحاول السيطره على المرض باجراء الاختبارات اليوميه. كان وزير الصحه مات هانكوك قد اعلن ان بريطانيا تسعى الى اجراء اختبار 100,000 اختبار في اليوم بحلول نهايه هذا الشهر، ولكن حتى الان بريطانيا لا تجري سوى من 15,000 الى 20,000 اختبار يوميا، وهذا اقل يعني بكثير مما وعدت به، وهو ما لا يجعلها تسيطر على تفشي الوباء بشكل كبير. يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه بريطانيا غضبا كبيرا بين الاطقم الطبيه لنقص المعدات الوقائية اللازمة للأطباء والممرضين لمعالجة المصابين بفيروس كورونا. ولكن قبل قليل يعني كانت هناك أخبار أن بريطانيا أرسلت ثلاث طائرات من سلاح الجو الملكي البريطاني إلى تركيا لشحن بعض المستلزمات، وهو ما كانت وعدت به تركيا قبل أيام، ولكن تأخرت الشحنة، ولكن من الممكن أن تصل بريطانيا اليوم أو غدا. هذه من ناحية. الاستراتيجية التي طلب بها حزب العمال المعارض هنا هو طلب بما هي خطة بريطانيا قبل أو بعد تفشي بعد السيطرة على هذا الوباء، ولكن الحكومة البريطانية لم تعلن عن أي استراتيجية، وقالت أنه من السابق لأوانه الإعلان عن هذه الاستراتيجية في ظل ارتفاع كبير لحالات الوفيات يوميا. طيب، يعني هناك عدة دول بدأت تتخذ إجراءات لتخفيف العزل أو الغلق المفروض على البلاد، حتى من ضمنها الدول الأكثر تضررا في أوروبا كإيطاليا على سبيل المثال، وكنا نتحدث منذ قليل عن ألمانيا، هناك أيضا فرنسا. يعني ما هو موقف بريطانيا من هذا الإجراء تحديدا؟ كيف يفكر أساس البريطانيون فيه؟ إذا سمحت لي دينا، هنا خبر عاجل الآن، وهو أن رئيس الوزراء البريطاني سيتحدث بعد قليل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
هذا الخبر هو عاجل الآن، وأيضا من المتوقع أن يتحدث بوريس جونسون مع ملكة بريطانيا، وذلك سيكون من مقر إقامته الآن في منطقة تشيكرز الريفية في باكنهامشير. هل من تفاصيل عما سوف تتضمنه هذه الاتصالات؟ نعم، التفاصيل هو أنه من الممكن أن يعني أن يتوجه الرئيس الامريكي او يتمنى الشفاء للشفاء العاجل مثلا لبوريس جونسون، وايضا من المتوقع ان يسال بوريس جونسون عن ما وصلت اليه مجموعه دول السبع في السيطره على هذا الوباء. هذا من الممكن ان يتم او يعني خلال المحادثه. نعم، ارجع لسؤالك عفوا دينا. نعم، كنت أسأل عن موقف بريطانيا من إجراءات لتخفيف العزل أو الإغلاق كما هو حادث في بعض الدول الأوروبية، كيف يفكر المسؤولون البريطانيون في هذا الأمر؟ في الحقيقة رفض المسؤولون البريطانيون أن يعلقوا على هذا الأمر، ونفوا أي يعني بيانات أو أي دراسات خرجت تدعو الحكومة البريطانية لإعادة الفتح وإعادة فتح المدارس على الأخص، ولكن الحكومة البريطانية رفضت ذلك وقالت أن البلاد من الممكن أن تشهد موجات قادمة وارتفاع كبير في حالات الوفيات، وهو ما لا يمكن أن نضع له وقت معين. يأتي هذا في الوقت أنه إذا لم تتمكن بريطانيا حتى الآن من السيطرة على المرض بإجراء الاختبارات الكافية أو توفير المعدات الوقائية اللازمة للأطباء أو إجراء أو اتخاذ القرارات بشكل مناسب أو في وقتها السليم، فهو بالتالي لا يمكن لبريطانيا أن تعيد فتح المدارس أو الفتح التدريجي حتى. هذا ما يجعل بريطانيا واقفة يعني في مكانها، وذلك في ظل غياب بوريس جونز. لكن دينا اليوم بدأ البرلمان البريطاني في عودة جلسة التي توقفت منذ 25 من الشهر الماضي لإجازة عيد الفصل. الجلسات بدأت اليوم ب50 عضوا فقط في البرلمان البريطاني للترتيب لما يسمى بالبرلمان الافتراضي، وهي الجلسات التي ستتم عبر الفيديو كونفرنس، وهذا اليوم فقط للترتيب. ولكن غدا هو سيكون يوم ساخن جدا في بريطانيا، لأنه يوم الأربعاء عامة هو يوم المساءلة لرئيس الوزراء البريطاني. ولكن في ظل غياب بوريس جونسون سيقف وزير الخارجية المفوض من رئيس الحكومة بتسيير مهام البلاد، سيقف في البرلمان البريطاني وسيتلقى العديد من أسئلة حزب العمال المعارض هنا في بريطانيا حول يعني سيتضمن الأسئلة من المتوقع عن لماذا تأخرت الحكومة البريطانية في أو تباطأت في مواجهة هذا الفيروس، ولماذا هناك نقص كبير في المعدات، وأيضا لماذا لا تسرع بريطانيا في السيطرة على هذا الوباء. هذا ما سيتلقاه دومينيك راب وزير الخارجية المفوض من المعارضة غدا. نعم، الجلسات سيحضرها فقط 50 عضو مع الحفاظ على عملية التباعد الاجتماعي، وسيشارك 120 آخرون عبر الفيديو كونفرنس. أيضا بدأت اليوم بجولة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي يعني تناقش بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أو خروجها من الاتحاد في نهاية هذا العام. هذا هي آخر المستجدات الآن في بريطانيا. ممتاز جدا، بشكرك شكرا جزيلا مراسل اكسترا نيوز من لندن عبدو جمال، نتمنى لك السلامة والصحة، شكرا جزيلا لك. أما في متابعة لبقية أخبار متعلقة بتطورات كورونا، فقد توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن أن يستعيد الاقتصاد الأردني وتيرة نموه بشكل أسرع من الدول الأخرى نتيجة الإجراءات الصحية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحد من تبعات أزمة كورونا. وأكد كريستوفر جارفيس خلال لقاء مشترك مع وزير المالية الأردني أن برنامج التمويل الجديد مع الأردن بنهجه الإصلاحي سيحفز مؤسسات التمويل الدولية والمانحين على تقديم تمويلات بشروط مخفضة للأردن وفقا لوكالة الأنباء الأردنية. وأوضح جارفيس أن نطاق قوة أو نقاط قوة هذا البرنامج وحسن تنفيذ الحكومة له ستكون واضحة على الاقتصاد الأردني خلال الأشهر القليلة المقبلة. ومع استمرار فيروس كورونا في حصد الأرواح حول العالم في أحدث حصيلة وفاة 167,500
شخص منذ ظهوره في شهر ديسمبر الماضي في الصين، حذرت منظمة الصحة العالمية من التسرع في رفع القيود، داعية إلى التكيف مع الوباء حتى العثور على لقاح، منبهة إلى ضرورة تغيير أسلوب الحياة من أجل السماح للمجتمع بالعمل بالتزامن مع مكافحة الفيروس. كما أوضحت المنظمة اليوم بضرورة أن يكون أي رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء الوباء أن يكون تدريجيا، محذرة من أن تخفيف القيود قبل الأوان سيؤدي إلى عودة جديدة للعدوى. لمزيد من النقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من عمان دكتور عادل البلبيسي، استشاري الأوبئة في الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية. دكتور عادل مساء الخير، أهلا بحضرتك معنا في هذا النقاش. يعني أبدأ مع حضرتك من التصريحات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية التي تحذر من يعني تخفيف إجراءات القيود في البلاد لمواجهة يعني تفشي الفيروس، حين تقول أنه تخفيف القيود قبل الأوان سيؤدي إلى عودة جديدة للعدوى، كيف سيكون شكل هذه العودة وهل ستكون بنفس الخطورة إن حدثت مثلا؟ شكرا على الاستضافة. نعم، أنا مع رأي منظمة الصحة العالمية أنه من البدري جدا على الدول أن تخفف القيود، وحتى إذا أرادت هذه الدول أن تخفف القيود فيجب أن تكون تخفيف هذه القيود تدريجيا. من المتوقع في حال تخفيف القيود مرة واحدة، في حال رجعنا إلى الوضع الطبيعي على ما كان عليه الوضع قبل تفشي هذا الوباء، أنا بعتقد أنه أي منطقة ستواجه موجة جديدة من هذا الوباء، ومن المتوقع طبعا أن تكون الموجات القادمة هي موجات أشد من الموجات السابقة. لماذا ستكون أشد؟ لأنه الفيروس خلال هذه الفترة سينتشر بسرعة أكبر. المتوقع هل هذا له علاقة، يعني عفوا المقاطعة بس فقط لنفهم، يعني هل هذا له علاقة بتحور مثلا للفيروس فيأخذ صورا مختلفة أو أشد خطورة؟ لا أعتقد ذلك، لكن المتوقع أنه حتى إذا حصلت الموجة القادمة أن لا تحدث حاليا في الوقت الحالي، إنما تحدث بعد أشهر من الآن. إحنا بعد أشهر من الآن ممكن أن نكون دخلنا في فصل الخريف أو فصل الشتاء، وأنت بتعرفي أنه في فصل الخريف أو فصل الشتاء بالإضافة هي الأمراض التنفسية تزداد، وإذا بنينا عليها أيضا انتشار الإنفلونزا وانتشار الكورونا، أنا بعتقد أنه قوة هذا الفيروس ستزداد نتيجة الإصابة بهذا المرض. طيب، من متابعة حضرتك دكتور عادل لكل الأخبار الواردة حول يعني محاولات لإيجاد لقاح، ما مدى أو ما هي إمكانية الوصول للقاح بالفعل في وقت قريب؟ طبعا أنا بتوقع، وليس فقط أنا، بعتقد أنه كل العلماء في العالم لا يتوقعوا الوصول إلى لقاح قبل على الأقل سنة من الآن. لماذا قبل لن يتم الحصول على لقاح قبل سنة من الآن؟ لأنه إيجاد لقاح يمر بمراحل متعددة، منها المرحلة أول شيء في المختبر، ثانيا مرحلة التجربة على الحيوانات، وثالثا مرحلة التجارب السريرية. حتى مراحل التجارب السريرية سيدتي بتأخذ مراحل طويلة. في شيء من المهم جدا أنه يتأكدوا من مقدار هذه الجرعة، تأثير هذه الجرعة، سلامتها على الأشخاص. نحن بنعرف طبعا أنه اللقاح أو المطاعيم تعطى للأشخاص السليمين، والعلاجات هي التي تعطى للمرضى. أنا ما ممكن أعطي لقاح يكون غير آمن للأشخاص، هذا واحد. اثنين، الجرعة قد تختلف من الكبار إلى الصغار. ثلاثة، درجة التحمل الأشخاص لهذه الجرعة. وبالأخير هي السلامة
للأشخاص الذين يأخذوا هذه الجرعات مهمة جدا. طيب فلذلك أنا بعتقد يعني في أفضل الأحوال، في أحسن الأحوال سنحتاج إلى سنة من الآن للحصول على مطعوم. هذا واحد. اثنين سيدتي، يعني العالم الآن عدد سكان العالم حوالي 7 مليار، يعني الشركات حتى تنتج هذه الكمية من المطعوم أعتقد إنها بحاجة إلى وقت طويل جدا، حتى لو أنتجوا هذا اللقاح بعد 4 شهور أو 5 شهور فلن يصل إلى العالم قبل سنة من الآن. وحتى إن وصل يعني قد لا يصل حتى بشكل متكافئ أو منصف، على أي حال هذه نقطة أخرى. طيب لكن دكتور عادل، يعني الجهود التي نسمع عنها الآن من تعاون ما بين دول مختلفة للوصول لهذا اللقاح، دراسات من هنا دراسات من هناك، تجارب هنا وتجارب هناك، حتى منظمة الصحة العالمية قالت أنه أكثر من 90 دولة تشارك بشكل أو بآخر للوصول إلى لقاح، هل هذا يعني الكونسولتو، يعني إذا جاز التعاون أو هذا التعاون الكبير، قد يؤدي إلى الوصول بسرعة للقاح، أم ما زالت المعوقات التي تحدثت عنها قائمة؟ اسمحي لي سيدتي أن أقول لك أنه يعني معظم هذه الدول تجري تجاربها لوحدها، يعني هناك تجارب منفصلة، ليس هناك حسب علمي وحسب علم العلماء يجب أن يكون هناك تعاون بين الدول في إنتاج لقاح، في إنتاج هذا اللقاح. الآن كل الشركات في العالم تتسابق لإنتاج هذا اللقاح، وإذا لم يكن هناك تعاون في بين مختلف المراكز البحوث في العالم لإنتاج هذا اللقاح، أعتقد أنه سيكون هناك تأخير في إنتاج هذا اللقاح. طيب بالنسبة لبروتوكول العلاج دكتور عادل، يعني كل يعني لا يوجد حتى اللحظة علاج معروف لفيروس كورونا، فكل دولة ربما يعني تجتهد في إيجاد البروتوكول المناسب، ما هي المعايير التي على أساسها يتم اختيار بروتوكول العلاج؟ سيدتي خليني أوصل رسالة واضحة. لحد الآن كل العلاجات التي تستعمل أو التي تجرب هنا وهناك ليست هي علاجات نوعية لهذا المرض، ويجب أن لا نبني عليها آمالا كبيرة إلا بعد أن يتم تجربتها، وأن يتم تجربتها على مدى واسع. يعني لا يجوز أن نقول عن أي علاج أن هذا العلاج واعد قبل أن يتم إجراء الدراسات السريرية على هذا العلاج. أما أن يتم دراسته على 20 و30 مريض هنا أو هناك فما بعتقد أنه هذه. فلذلك يجب أن نكون حذرين أن على من أي جهة بتقول أنه في هناك علاجات ممكن أن تكون، نعم ممكن أن تكون واعدة، لكن يجب أن يكون هناك تجربة لهذه العلاجات، يجب أن يكون إجازة لهذه العلاجات، يجب أن العالم يوافق أنه فعلا هذه العلاجات لها أثر وبيان أثرها على علاج هذا. حضرتك تتحدث عن يعني العلاج وأنواع العلاج المختلفة التي استمعنا إليها مثل أفيجان، نعم، والكلوروكين وعلاج، نعم، نعم، السل. نعم. طيب لا أنا كنت أسأل على من تعافوا بالفعل، من تعافوا، نعم، ويعني تم تقديم لهم بروتوكول علاجي في المستشفيات. هذه البروتوكولات يبدو أنها مختلفة، صحيح؟ من كل دولة، يعني صحيح، من دولة لأخرى أو حتى من مريض لآخر، فلهذا أسأل ما هو المعيار، على أي أساس يتم إعطاء هذا الدواء وليس ذاك الدواء للمريض؟ سيدتي ثم يتعافى، برجع يعني يبدو أنه يعني يأتي بنتيجة إيجابية. نعم، برجع بقول انه لحد الان لا يوجد علاج نوعي، ولم يقر من منظمه الصحه العالميه ان هناك علاج نوعي. منظمه الصحه العالميه طلبت من جميع الدول اجراء تجارب سريريه على العلاجات الواعده. هناك 4 إلى 6 علاجات ممكن ان تكون واعده في انه يكون لها مستقبل في علاج هذا مرض الكورونا المستجد، لكن لحد الان هي عبارة عن دراسات وعبارة عن تجارب. فخلينا يعني البروتوكولات المستعملة بين بلد وآخر، هناك في بصورة رئيسية
العلاج هو علاج اللي بيسموه سبورتيف، هو علاج داعم. يعني اذا كان عند هذا الشخص حراره، تعطى الحراره، تعطى السوائل، تعطى خافضات الحراره، تعطى في بعض الاحيان اذا كان في هناك التهابات اخرى تعطى المضادات الحيويه. لكن بشكل عام انا بعتقد انه لا يوجد لحد الان علاج نوعي لهذا المرض. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عادل البلبيسي، استشاري الأوبئة في الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية، حدثتنا من عمان. تخطت إصابات فيروس كورونا حاجز 2.5 مليون إصابة في مختلف دول العالم، وفيما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 171,000 حالة، وتم تسجيل أكثر من 660,000 حالة شفاء من هذا الفيروس. نتابع المزيد حول آخر تطورات فيروس كورونا حول العالم في هذا العرض.